السلام عليكم، كي دايره؟ لاباس عليكم؟ بخير صحيحه، نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. دابا عندي واحد الاكله سريعه بالدنجال، عندي كاس ديال زيت العود قد هكا، اخويا في الطنجره، الزيت كتسخن، من بعد الزيت غتسخن غنرمي الدنجال ونقلبو على جوج جواي ونجمع فوق منو الفلفلة مطيشة من بعد الزيت سخنات شوية غندير الدنيجيرات دياولي هكا، عندي خمسة دنيجيرات بحال هكا، نرميهم ونقلبهم على جوج جواي وارجع معكم. دابا غنقلب الدنجال على الجهة الاخرى، عندي جوج جوايع غنقلب لهم الدنجال، الجهة الثالثة غنقلب عليها وغنخليه عليها ونرمي عليه الفلفلة ونرمي مطيشة ونرمي التومة، عندنا غير الملحة في هاد الأكلة، ما عندنا حتى حاجة العطرية. أنا عندي فيديو قبل من حاجة خليتها بوحدها، هاد الفيديو نبغي ندير كلشي مجموع ديال البقا وكذا، هاي الزيت كيتلا عندي هنا، بغيت ندير كلشي بقا وكذا، نوريكم عاوتاني الشكل الثاني. دابا من بعد خلطت هاد الجهات كلهم، ندير شي من الحالة قد الطوق فوق الفنجان، عندي فليفلة، عندي ربع فليفلة صغار، نغليهم تاني بلاصتي، عندي جوج مطيشات، مع المطيشة هو لي غطيتي، عندي جوج تومات كبار. هاد الماكلة التومة كتبن من أكثر، ما عندنا حتى حاجة في العطرية قلنا، عندي غير الملحة والزيت البلدية هاكا كطيب، هاهي طابت وجدات، ميزيد حطيها تتجي هاكا شكل زويون، مثلا تديرها حدا الحوت مقلي، تديرها حدا يعني تحطها مع الماكلة.